كابتن طه، قبل الفاصل تحدثنا كثيرا عن موسيماني وادارته للمباريات، مش بس المباراه دي، بس في جزء طبعا على اللاعبين. اللاعبين نعم، تحس في مشكله عند لاعبي النادي الاهلي، كواليتي 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 بتاع اللعيبه. ايه المشكله يا دكتور؟ لان ده النادي الاهلي يعني المفروض يبقى عنده افضل كواليتي في اللاعبين في مصر. يمكن اولا انا برضه بكرر تاني ان موسيماني عمل شغل كبير مع النادي الاهلي طبعا، واذا كان كلامي على ان النادي الاهلي محتمل يعمل تغيير او انا بقى احب ان هو يعمل تغيير او كذا، فليس لان انا ضد الراجل او في بيني وبينه عداوه، بالعكس انا بشيد بالاداء اللي اداه، لكن الحقبه اللي هو اشتغل فيها ادى فيها بشكل كويس. بس طبعا في اوقات تبقى محتاج لازم تعمل تغيير، تحس ان ايه الاداء اللي بيتم مش ماشي مع المرحله دي، مفهوم، فلازم ان ما فيش حد فوريفر هيفضل على طول. واتكلمنا من شويه بينا ببعض، شفنا المدربين الكبار مثلا مورينيو ما فضلش في تشيلسي على طول، فلان ما كل واحد بيشتغل فتره، زيدان بيشتغل فتره مثلا وبعدين فهي الفكره ليس انتقاص من الراجل ولا حقد عليه ولا انا كنت ضده ولا حاجه، بالعكس انا مع النادي الاهلي يعني من النادي الاهلي، فانا برضو بشيد بالراجل اشاده كبيره جدا ايا كان اللي هيحصل، بشيد بيه واشيد باللعيبه الاداء اللي ادوه اللعيبه في امكانياتهم. كان هناك اخطاء قلنا ممكن تكون مأثره على الاثنين، النادي الاهلي حاول بقدر الامكان، واذا كنا بنهني اللعيبه لما بيكسبوا لازم برضو نقف معاهم لما يخسروا زي ما حصل الماتش ده مهما كان الالم. وانا مش عايز اصدر للناس يعني بالليل كده مسحه من الحزن والالم الكبير، للاسف الحزن هيبقى موجود ماشي بس يعني هي ليله صعبه في كل الاحوال. بس احنا نتكلم بقى في حته تانية صغيره كده وسريعه، النادي الاهلي عنده من البطولات اللي تخليك تفخر بالنادي الاهلي طبعا وتفتكرها دلوقتي وقت دي، وانه قدامه الفرص ان هو يكسب بطولات اخرى باذن الله تعالى. عظيم. ولو حصلت حاجه استثناء زي اللي حصلت ديت فيعني يجب ان احنا برضو ايه يبقى صدرنا واسع جدا، بس المهم نستفيد من الاخطاء اللي موجوده وازاي هنعدلها زي ما اتكلمنا، وازاي نعمل فرقتنا بشكل كويس مستقبلا. ولو خسر الاهلي النهارده فهو الفريق الفائز ببطولتين افريقيا على التوالي، يعني برضه دي ما تنسيش ابدا، يعني هو مع الرقم وصل لاخر النقطه في البطوله الثالثه، يعني في الوصل المباراه النهائيه ما خسرش من ادوار متقدمه. بالظبط.